السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم سوب، هي أمريكية، شوربة بالدجاج والخضرة. تقدروا تزيدوا الخضرة، تقدروا تكسافيو بهذا الشيء اللي كاين. المهم على بركة الله نبداو. هنا عندنا الكرفس اللي قطعته، خديت غير جذوره ما خديتش الوراق باش ما تجيش الشوربة خضراء. هنا عندي دجاج، صدر تاع دجاج اللي سبق لي سلقته. هنا عندي خيزو ولا الجزر اللي قطعته هكذا، جوج خيزويات صغار او لوحدة كبيرة. هنا عندي بصلة مقطعة. هنا عندي ثلاثة الريوس نتاع التومة اللي قسمتهم غير هكذا، تقدروا تحطوهم الى بغيتو، عندي نستفيهم بهم غير هكذا. عندي هنايا الشعرية، تقدروا ديروا الشعرية، تقدروا ديروا اي نوع ديال لي بات. انا درت هذه اللي عندي، تقدروا ديروا هذيك اللي رقيقه عليها بحال هكا وهي رقيقه عليها. عندي هنايا سكنجبير، الزنجبيل. عندي البزار او البلاك بيبر او الفلفل الاسود. عندي هنا الملح، الملح. وعندي هذه بحال الماجي. نبداو على بركه الله. عندي هنايا طنجره فيها الماء مسخون، غادي نزيد لها كل هاد المكونات. غادي نزيدهم هنايا بصلة ثوما كلشي. نزيد جزر، نزيد معاهم نودلز، نزيدو هنايا الملح، شوية تاع البزار أو الفلفل الأسود، غي شوية ماشي بزاف. صراحة هما ما سيديروش فيها زنجبيل، ولكن أنا غادي نضيفو حيتاش كيعجبني وصحي. ندير غي شي شويش، تقدرو تزيدو أي نوع نتاع الخضرة عندكم بحال القرعة، اي حاجة عندكم بغيتو تضيفوها. تقدروا ديروا ماجي ولا كنور، كتجي هائلة هائلة. انا ما غاديش ندير فيها الزيت، كتعجبني غير بحال هكا بلا ما نكثروا علينا كثرة الدهنيات، حيت ديجا الدجاج فيه الشحمة. غادي نخلي هادشي هذا حتى يطيب، تطيب ليا هاد النودلز، هاد المكرونيه تطيب مزيان، ونزيد عليه الدجاج. صافي نلتقاو فاش توجد ان شاء الله. اخر حاجه فاش كطيب لنا كيطيب كلشي، كنزيدو هاد الدجاج اللي انا قلت لكم سبق ليا سلقته وقطعته صغير بحال هكذا. صافي نتسنى عليه واحد شويه، خمسة دقائق ولا شويه اكثر. صافي ونديروه في التقديم. هي سهله وسريعه وبنينه وصحيه. شكرا على المتابعه ديالكم.